هواي يشكك بنادي القوة الجوية، فريق الحكام، عفوا اقولها، ليش؟ احنا نادي الشعب مو نادي الحكومة، حتى فريق الحكام. صراحة يعني هذا الشيء مو صحيح. يعني انا شفت انه اكو هجمة على نادي القوة الجوية من ناحية الحكام، طبعا احنا هادئين. ما نعمل بالهوسة ولا نعمل كل شيء، ما دام اكو حق فالحق موجود واكو فار، وما اعتقد انه حكم يخطأ امام انظار الجمهور الرياضي كله ويرجعون على حالات ويشوفونها ويريد يعني يسوي حالة عكس، فهذا الشيء انا اشوفه مو صحيح. فعلى كل الشارع الرياضي خلي يكون هادئ افضل من ما انه تدخلوا لنا حكام. احنا انا ما عندي مشكله، سمعت هسه بعض الاعلاميين يقولوا لي انه اكو حكام يريد يجون، طبعا اجانب او طبعا هذا الشيء انا بالنسبه لي ما عندي مشكله. انا نادي يلعب ذا حكم عراقي حكم اجنبي ما عندنا مشكله، بالعكس انا يجوز اكثر المستفادين. يعني انا اشوف اذا الحكم العراقي ينضغط مع يعني كل الحب والاحترام لهم حكام، انا اشوف اكو بهم حكام على مستوى عالي، اذا حكامنا ينضغطون اذا جاء الحكم الاجنبي يجي من صالحي، انا يعني فريقي لاعبين يكونوا مهاريين لاعبين جيدين لاعبين على منتخبات. اعتبرها وسيله ضغط من الفرق؟ اعتبر الحكم الاجنبي يجي من جانبي انا حتى لا ينضغطون لاعبين. هذه الهجمه وسيله ضغط للقوه؟ طبعا انا اقول لك يريد شافوا الفريق جيد والفريق ماشي بالصداره، حاولوا انه يعني عن طريق بعض الاعلاميين التابعين لهم الصحفيين التابعين لهم يسوون زعزعه بالفريق، لكن ما يقدرون ان شاء الله. بس ارجع لك، فريق الشعب مو فريق الحكومة. فريق الشعب احنا طبعا ما عندنا لا حكام ولا كل شيء، احنا مو فريق الحكومات. الحكومات؟ لا لا احنا مو الحكومات، احنا الشعب. هاي رساله. طبعا احنا نادي الشعب معروف من زمن الملوكيه، من الملك فيصل والملك غازي وكلها لحد هذا اليوم احنا نادي الشعب. من هاي الرساله؟ اللي يقولون على الحكام قبل احنا نادي الحكومات، احنا ايش عندنا؟ احنا ما تقول لي نادي الشعب يمثل الشعب، ما عندنا شيء.